بشرى قارة للمواطنين بخصوص التصالح في مخالفات البناء. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. أهلا وسهلا بكم متابعينا القناة الكرام، معكم مصطفى بشير. النهاردة معنا موضوع جديد من مواضيع المصالح الحكومية. النهاردة حنتكلم على قانون التصالح الجديد الذي لم يتم عرضه على مجلس النواب حتى الآن، ولكن تم الانتهاء من المسودة النهائية منه. طيب، قبل ما نشوف تفاصيل الموضوع، يا ريت نعمل اشتراك في القناة لو شاهدنا لأول مرة علشان يوصلك كل جديد في المصالح الحكومية. منذ فترة قليلة تحدثنا عن مميزات قانون التصالح الجديد في صورة كده كنا عرضناها على حضراتكم، تم انتشارها على مواقع التواصل الاجتماعي، وكنا قلنا انه حتى الان لم يصدر لنا اي قرار بخصوص قانون التصالح او بخصوص الفعل او العمل بقانون التصالح مره اخرى. طيب، النهارده احمد السجيني او النائب احمد السجيني كان بيتكلم، بيقول احنا تم الانتهاء من قانون التصالح الجديد وفي مميزات كثيره جديده، ولكن لم يتم العرض على مجلس النواب حتى يخرج الى النور. طيب، تعالوا نشوف تفاصيل الموضوع، ولكن قبل ما نشوف تفاصيل الموضوع زي ما قلنا نعمل اشتراك في القناه لو بتشاهدنا لاول مره عشان يوصلك كل جديد في المصالح الحكوميه. تحدث الاعلامي عمر اديب عن التصالح في مخالفات البناء قائلا قليلين اللي ممكن ما يكونوش محتاجين يتصالح، وانصح بالتوجه للوحدات المحليه والأحياء والسؤال عن المخالفات، لكن هناك ناس كثير لم يصلها الخبر حتى الآن. وقال أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن قانون التصالح الجديد نتاج مجهودا كبيرا، مشيرا إلى أن هدف القانون الجديد هو استكمال التعامل على 2.8 مليون طلب الذين قدموا تحت مظلة القانون القديم. وأضاف السجيني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحكاية والذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر قناة الام بي سي مصر، أن القانون القديم قانون استثنائي، وتم عمل تقييم للقانون ووصلنا لمسودة ننتمي إحالتها خلال أيام، نتمنى إحالتها خلال أيام إلى البرلمان لإصدار القانون الجديد والذي سيحل مشكلات القانون القديم. وعن المواطنين الذين انتهوا من إجراءات التصالح منذ سنتين ولم يحصلوا حتى الآن على نموذج 10، أوضح السجيني أن تعديل القانون يستهدف هؤلاء المواطنين، مشيرا إلى أن القانون القديم به محظورات في ثمن بنود، وأن القانون الجديد سيكون فيه جواز بشروط معينة بدلا من الحظر بنظيره القديم. وكشف رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن الدولة استطاعت تحصيل نحو 22.5 مليار جنيه من قانون التصالح حتى الآن. طيب، ده اللي قاله النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بيقول إنه في تسهيلات جديدة في قانون التصالح الجديد وحيتم عرضها على مجلس النواب حتى يخرج إلى النور ويتم العمل به بدلا من القانون القديم الذي وضع آليات صعبة على المواطنين، ولكن القانون الجديد تم العمل عليه لوضع شروط وليست محظورات. ده ما قاله أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب. شكرا لحسن استماعكم، اللي معاه أي سؤال بخصوص الترخيص أو التصالح أو نموذج 10 مؤقت أو دائم يتفضل مشكورا يضعه في تعليق، واللي يستعصي عليه أي طلب حكومي يرسلني وإن شاء الله الموضوع يتحل بكل بساطة.
شكرا مرة أخرى لحسن استماعكم، كان معكم مصطفى بشير، دمتم في رعاية الله.